أعزائي مشاهدي قناة وجريدة أهل مصر، أهلا وسهلا بكم. زي ما حضراتكم شايفين تجمع لأهالي المصابين عند المصنع المحترق للتعرف على ذويهم. تقوم فرق الهلال الأحمر بالسؤال ذويهم لمعرفة تفاصيلهم لوجود عدد كبير من الجثث غير معلومة وغير واضحة الهوية. دول أقارب الحالات منتظرين خروج بعض الحالات الموجودة حاليا داخل المصنع ولم يتم استخراجها. والسلام فيها مصابين برضه، يعني ما تقعدش تسافر البلد قبل اوعى، روح كده قبلك كويس. يا فندم حضرتك كل اللي احنا راح ده اللي عندنا معرفش متاح، احنا حاطين دوت كل مستشفى. تروح تلاقي ظابط مستنيك هناك هياخدك يعرفك على بتاع المفيش وبعد الحمد لله سليم. لو مصاب هيقول لك مصاب، المصابين بالسلام وبالبيت. خلاص؟ بس في سرعة. اما الوفيات قول تاني سلام لا سلام لو ورا اسم العميل بالسلام تاني هنا او القاهره الجديده اللي ورا اسم الارقاميه القاهره الجديده ورا اسم الارقاميه اللي هي تاني القاهره الجديده او الصحه النفسيه في الخانقه دي الاماكن بس هتقف تقعد هنا تعمل ايه؟ احنا قاعدين احنا ثواني بس احنا ثواني بس احنا قاعدين نطمنا مش جزء تاني احنا قاعدين عشان بالنا ممكن ينهار.